قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أهل الجنة المتقون جعلنا الله منهم، ذاك دعاؤهم وتلك صفاتهم. الصابرين الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، والصابرين في كل حال، في البأساء والضراء وحين البأس. والبأساء وقت الفقر، والضراء وقت المرض، وحين البأس وقت القتال. ذاك حالهم الصبر في جميع الأحوال، والصادقين في الأقوال والأفعال والأحوال. فصدقوا مع ربهم، وصدقوا مع أنفسهم، وصدقوا مع الناس. قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق هو ذاك الباب الذي نطرقه ثم نلج منه إلى طريق البر والخير المؤدي بنا إلى الجنة. وعلى النقيض الكذب هو ذاك الباب الذي نطرقه ثم نلج منه إلى طريق الفجور المؤدي بنا إلى النار والعياذ بالله. وتأمل معي جيدا، لقب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بالصادق الأمين، والقانتين بالتاء، وليس القانطين بالطاء، وشتان بين القانت والقانط. والقانت بالتاء هو المداوم على طاعة الله التامة والخضوع والإذعان لرب العالمين في كل وقت وفي كل حال. أما القانط بالطاء فهو اليائس من رحمة الله، نعوذ بالله أن نكون منهم. والمنفقين سرا وعلانية مما رزقهم الله في طاعة الله. والإنفاق ليس مقصورا على المال وحسب، فالغني ينفق من ماله، والعالم ينفق من علمه، والقوي ينفق من قوته، وهكذا. وأولى الناس بالإنفاق الأرحام، ثم القربات، ثم الفقراء والمحتاجين، والمستغفرين بالأسحار في آخر الليل وقبيل الفجر. لماذا؟ وذاك لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأدرك أهمية وقت السحر الأنبياء والصالحين والحكماء. قيل أن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، أنه أخرهم إلى وقت السحر. وبلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل، أي الليل أفضل؟ فأجاب وقال:
يا داود ما أدري إلا أن العرش يهتز في السحر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي في الليل ويقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإن قال نعم توجه إلى الله بالدعاء والاستغفار. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتوجه إلى المسجد في وقت السحر ويقول: ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك، ينادي بالأسحار وأنت نائم على فراشك. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جزاكم الله خيرا. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.